معكم احمد قناه كيما قلت. اليوم عندنا لعبه جوال اسمها ليفت تو سرفايف، يعني مخليك عشان بس تعيش يعني تبقى. فاللعبه هذه زي ما تشوفون حاليا ان في اشياء عندك تاخذها زي كذا، تمام؟ في مواد تاخذها زي كذا، وفي عندك اشياء تطورها. فخلنا نقول مثلا زي الحين التانك هذا، في مثلا طار مثلا زي حبات البترول هذه، لازم تطلع منها من البترول على هذه وتطور فيها وزي كذا. فحاليا هنا عشان تطور هذه يبغانا بعد زيادة، فبنخليه يجمع. وعندك هنا هذا أهم شيء، شوفون هذا الطماط هذا أهم شيء، فنجيب له صناديق وطور فيه وخله بحيث إنه يقدر يصير ينتج في الساعة زيادة. ليش؟ ليش الطماط مهم؟ الطماط هو اللي يخليك تلعب في شو يسمونه ذا، زي هنا في القصة، لما تخش في القصة هو اللي يخليك تجمع فلوس وتجمع صناديق والأشياء هذه كلها. فلما تخش هنا على القصة، أنا خلصت المكان الأول كومبليت، خلصته زي كذا، لكن في الثاني لسه ما خلصت. فزي ما تشوفون هنا، في هنا اللي هي 2 و5 محطين سلاحين في اللعبة، شوتجن وذا، وفي أكثر من سلاح فيه سنايبر وكذا. فشوفون هذا زي هنا زي هذه العلامة هذه الخلاط، هذا يلعبونك لعبة أو ضد زومبي بالسلاح ذا، بعدين يعطونك عرض يقول والله هذا السلاح ذا حطينه بالعرض الفلاني اشتروا زي كذا. فزي ما شوفوا هنا أنا خلصت الحين 2 من القصة، فخلنا نلعب هنا عند مثلا الزومبي ذا، بنجرب السلاح ذا بحيث يعطونا الفلوس والصناديق والأشياء هذه، تمام؟ طبعا أحيانا يصير لونه أحمر، ليش؟ يقولك والله سلاحك أضعف من المهمة اللي بتخشها. فتروح عند تعدل سلاحك وتطوره، يعني الحين بعد الجيم ذا بعطيكم كيف تطورون الأشياء وزي كذا بحيث تخلي سلاحك أقوى. لو أنت وصلت ماكس وما عندي مديك تذويه، هناك اللي تجمع فلوس وتشتري السلاح اللي بعده. فحاول وانت تلعب هنا، شوف ما شاء الله اللعبة زي نفسها فيها زومبي تشيلهم هيد شوت، هيد شوت زين زيادة. عشان الحين لما خلص الجيم يقول انا جمعت اخذت الفلوس العاديه كذا، وجبت من الهيد شوت كذا. شوف الحين نقول من الهيد شوت حطينا 70 زياده، فمره كويس. يعني حاول تجيب شوت اغلب، يعني اذا دخلت الجيم حاول تجيب هيد شوت كثير، يعني عرفت؟ بحيث تاخذ فلوس زياده يعني، ومو بصعب، مره سهلتها في اللعبه دي مره كويس. شوف الحين قالي في القصه، طبعا في القصه يعني نمط القصه مره حلو. الله شوف، تخش تعد سلاحك، تختار مهمة مفترضة مثلا حق مثلا هذه حق الرشاش، تخش هنا تضغط نفس السلاح يطلع لك، تحطه بجريد. فانا ما كان مع السلاح الاول بس ما كان قوي كفاية، فقالوا لي لازم انتقل السلاح الثاني. فهنا اقدر الحين هنا ادفع فلوس واطور السلاح بحيث يكون اسرع وافضل. انا اشوف انه احسن، احسن التعشيق احسن. فكبداية أول سلاح بس تضغط تركيب وعطلي يركب، لكن الحين راح يطلب منك وقت فعادي. شوف هنا التصويب هذا في يصير لما تلعب المتل بلاير أو الأونلاين يصير يتحسن عندك الطلق وذا، أفضل يصير أفضل بكثير. فخلونا ناخذكم الحين على جيم. طبعا الحين شوف هنا في شاشات وفي شغل، في شغل، في أشياء بعيدة، وفي النفسجيات هذه تجي إيفنتات وكذا. فشوف الحين هنا، الحين لو خش على القصة زين، أخذنا جيم على القصة، تشوفون أن الفلوس أعلى والصناديق أعلى، تمام؟ فأنت تقدر أنت تجمع والله، تخلي مثلا عندك إنتاجية الطماط والله عالية، وتخش تلعب هنا وهنا، عرفت؟ بحيث أنك يعني تنوع في التجميع وزي كذا. وفي غير الحين نمط البوت هذا اللي هو من الزومبي البوت وزي كذا، في انك كذا تخش على اونلاين وتضارب ناس حقيقيين، عرفت؟
زي ما قلنا حاول تعطي شتات. الحين ذا انفجر قتل مع اللي حوله كل الله كاد ان يضرب. Watch out for the jumbo. اوكي الله بغي المسنا الا الطلقه في الوجه. طيب فزي ما شوف احنا اعطونا طمات واشياء مره كويسه، لو كنا اعطينا هيد شوت اكثر فكان يفيدنا اكثر يعني. فنمشي. احب ادخل على البي بي بي تشوفون كيف النظام هناك، مره شيء رهيب يعني. اذا انت والله لعبك كويس واسلحتك كويسه تجلد الجلد مو بصاحي. بنحن عقب ما خلصنا المهام هذه في القصة، طبعا كم تخلص مهام في القصة راح يعطيك تطويرات زيادة. شوف مش راح ان الشخصية عندنا تطورت، فايش بيعطونك عروض يقول والله اشتري السلاح هذا او شركة تشتري زي كذا. فناخذ الاغراض اعطيناها، هذه المهام اليومية هنا الانجازات اللي سويناها زي كذا. فنطلع من هنا وندخلكم على جيم بي 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 الحين. ايوه التطوير الحين تو شاينا تو يوصل خاصه. نقول لك نجي هنا نقول له ندخل على البي بي بي، لان في شيء حتى تشوفون هنا في قدام في ايفنت، شوفون هنا بالاحمر كاتب ان ايفنت زومبي مدة يوم وزي كذا، فحاول تلحق عليه. شوف الحين بخش واحد ضد واحد بحيث اني اضمن نقول اني ان شاء الله نفوز. فنخش هذا واحد واحد في الغالب اللي ما يطول، هو يعني ما يطول ويبحث يشبه يعني يلقى اللبي ويلقى الشخص بسرعة يعني ما يطول، ما هو يحط وقت بالثواني كذا انه يحسب. فخلنا نشوف ان شاء الله انه ما يطول ويلقى شخص بسرعة او يلقى لبي بسرعة. زي ما تشوفون صراحة اللعبة يعني صراحة انها زينتها انها فيها تطوير وكذا تمام، وغير كذا ان فيها زومبي يعني لو مليت من ذا او اذا مليت من ذا تقدر تحول على يسمونه البي بي بي تطلب ناس زيك وتحداهم زي ذا. فخلنا نشوف شوتجن وين الشاب هذا هنا هو. اطلع 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 سلحني ذا. طيب شوفون هنا مزم، شوفون هنا في صديق حظه وزي كذا. مات حبيبي عشق. اسبحة فحاول تهيل الحين في يطلع هناك صندوق اخضر كذا، حاول تروح تاخذه لان في واجد عدنا لكن يمدينا نشيله هنا انه هو اصلا بيحي اخذ ذيك. فشفت اذا انت تسوي تصبر لين نهاية الجيم. يلا نازلين حاليا
هذه يبغى يلعب. جابني شكل جابني يا ولد. الله كانت من إصابة من زابن من في الجيم ذا كان ممكن يفوز. شوف حد نخسر أعطونا 10 حبات يعني مش حارك. لكن لو فزت بيعطوني إياها وزود أشياء ثانية زي كذا. فزي ما تشوفون اللعبة صراحة اللعبة يعني رهيبة بشكل يعني طبيعي. حتى ما تمل منها يعني. فشوف عن على الليفنت الجديد حقه أنا ما قد لعبته من قبل، فبخش أشوف وش هذا. خلنا نخش كده نشوف نجرب. إننا حاطين أشياء، حاطين سلاح صح جديد وذهب وكذا، في أشياء مرة كويسة. خلنا نشوف وش الجديد هذا. ترى أحيانا مو بس ضابون زومبي، أحيانا يحطون لك بوتات يعني ناس كده محمس سلاح كده وتقاتلونهم وزي كده، بس كلهم بوت يعني عادي مو زي ذا اللي هو البي بي وزي كده. خلينا نشوف. الخصوم او من كل الزومبي اطول المدة ممكن هنا. اوكي والله واجد هي مو بسيطة يعني الزومبي احنا. جمعنا 2020. طيب مون سترايك اوكي 20% يعني يبغى اعيدها اكثر من مرة عشان اجيب نقاط مرة قوية عشان بحيث ان اخذ اشياء افضل في الايفنت نفسه. فزي ما تشوفون صراحة اللعبة يعني رهيبة يعني ما تمل منها لعقلتهم زي كذا. شوف عندنا خط طان عبيد الخط وناخذ اشياء اضافيه وزي كذا. شوف ان هنا عندي ناخذ دي وتي اخذ بعدها واللي بعدها واللي بعدها زي كذا لين اوصل حتى النهايه. الظاهر ما اتوقع في نهايه بس شكلها مره كويسه يعني. هذا لو اقدر اجيب المجموع حقه كذا يطلع سوق يطلع سلاح مره فخم. فزي ما تشوفون ان اللعبه زيتهم يحطون كيف يحطون ايفنت وكذا وشغل ذا. أتمنى اللعبة عجبتكم فيعطيكم ألف عافية. اللي عنده اقتراح لأي لعبة ثانية يقترحها لي في التعليقات وإن شاء الله أشوف أنا وراح نجاوبها. وإذا كانت كويسة يمكن المقطع الجاي تكون اللعبة هي. ف
فيعطيكم ألف عافية، شوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. سلام.